أول حاجة كننوه بالجمهور اللي دعم الفريق ديالو من أول دقيقة حتى لآخر دقيقة. الفوز اليوم أو الانتصار جاب كما كنقولوا بشق الأنفس. اللاعبين ما نزلوش يدهم حتى لآخر دقيقة، كما شفتوا بأن الهدف جاء في آخر الأنفس المقابلة. المقابلة ما كانت سهلة، المقابلة كنا عارفين غتكون مقابلة صعبة، المقابلة اللي لعبنا الأسبوع الفارط مع الجديدة، والمقابلة هذه مع الفرق اللي هما الطرف مباشر اللي كيلعبوا على البقاء القسم الوطني الأول. يعني اليوم تسلقنا سبورة الترتيب، فزنا على فريق اللي هو منافس، فريق كان تنافسي، خلقنا في الصعوبات. اللاعبين خلطوا واحد الوقيته، طلبنا منهم لوريد نهزهم الايقاع، ولكن ما يكونش تسرع. هما كانوا عندهم الخلط في هاد جوج النقط، كان التسرع وفي نفس الوقت ما كانش داك الايقاع اللي طلبنا منهم. ولكن في الشوط الثاني دخلنا المستودع الملابس، طلبنا منهم، تحدثنا معهم، ممكن ما شفتوا بان في الشوط الثاني كان اللاعبين احسن، خرجوا من داك كما كيقولوا القوقعه ديالهم. الفريق الخصم كما قلت لكم لعب بواحد السيستيم ديال 4 4 2 وخلقنا متاعب، حيتاش ما كان خسر والو، وصل المرمى ديالو خصوصا في الشوط الاول. ولكن حنا دفاعيا كانت المنظومه، كنهضر على المنظومه، كنهضرش على الدفاع، كنهضر على المنظومه الدفاعيه، كانت واحد لانيماسيون ديفونسيف وواحد القتاليه في الشوط الثاني. اللاعبين كان ان بلوك كومباكت، كنا مجموعين. عندنا مشكل في كما كنقولوا في لا زون دو بروش، لا زون دو فينيسيون، كما كنقولوا باقا ناقصنا النجاعه. ولكن ما ننساوش بان الفريق ديالنا راه كاين اللي لعب عليا وصل 2000 دقيقه، وكاين اللي الله هذا لعب 120 دقيقه، راه كاين واحد المفارقه كبيره هنا. باش ما نخلطوش دابا، كاين اللي ما عارفش دابا شنو وقعنا في الفريق، لان كاين اللاعبين اللي تاهلوا مؤخرين، وكاين بحال دابا نعطيكم مثال انس مرابط وحذيفه. انس مرابط راه وصل 2000 دقيقه، وكاين اللي باقي ما وصلش حتى 120 ولا 200 دقيقه كاع نقولوا. يعني راه عندنا صعوبات، ولكن حنا الحمد لله بالتوليفه اللي عندنا بالتجربه ديالنا كنحاولوا باش كيفاش نسوقوا المسائل في التدريب، نجيروا المقابلات ديالنا على حده. وانا قلت في الندوه الصحفيه الاولى في الاوليه، قلت راه ما كاينش الاداء، باش اذا غطلبوا لنا الاداء راه خصنا نكونوا لاعبين على كما كنقولوا على الشامبيونا ولا على شي حاجه. راه حنا بصدد نجمعوا النقط، قلت لكم كنقول هذا نداء باش نوجهوا لاي واحد كاين اللي كيطلب لنا الاداء. راه ما يمكنش في الظرفيه هذه غادي نطلبوا الاداء، وراه كاين ضغوطات، راه حنا ما خصناش ندخلوا في هذاك الفخ، ما خصناش نخلطوا. اذا حنا اليوم كنطلبوا من الجميع باش نزيدوا ندعموا الفريق. باقي لنا 8 المقابلات، كنظن واحد جوج المقابلات ان شاء الله باش نامنوا البقاء ديالنا بصفه رسميه، وداك الساعه ديك الساعه نشوفوا باش نوجدوا الفريق ان شاء الله الرحمن الرحيم.